سي يوسف الراخة والحموتي ثم راه خوتنا ما نقدروش نقولوا شي حاجه باش يجي، ولكن كما قال السي محمدي الجواب غير مقنع. ما عندناش العلاقات ما بين المستشفى ولا ليزيرجونس مع الصيدلية ديال الحراسة، لأن شوف خصنا نعرفوا بلا راه عزيز، راه واحد بنادم كيسوى بنصار كامل والناظور كامل ولا العالم كامل، ما كاينش اللي يحكيه. أنا نوض في الصباح نوض في الليل عند وحدة ولا جوج، جوج جبر ولدي تاع العروس سخانة 40، خصني الميزان غير ميزان ديال الآخر. نضطر نمشي للناظور، وفين نجبر ذاك الصيدلية الحراسة؟ نجبرها في واحد الحي غير آمن غير حار ما عندوش الحراسة في كوناف ولا في آخر ديال الناظور ولا في واحد الحي مهمش، ولكن جبرت صيدلية الحراسة عند 4 الصبح، أنا جبرتها تما ومشيت ديت الدواء. هذا ما يقوليش راه ما فتحتش سبيطار ولا ما عندهاش ريزورجونس ما عندهاش لا. هذه استدارية الحراسة لي فارماسيان خص تكون فيهم الإنسانية. راه كاينين الناس ديال هنايا ما كيمشيوش للسبيطار، عنده غير ريسيتا ولا عنده غير العلبة، عطاها له جارو كيبغي يستغرب بها. كيفاش نقول راه ما كاينش الأمن؟ هذا ماشي جاوا ما كاينش الأمن. واش في يوسف درس الفارماسية ديالو ما كاينش الأمن؟ كيبادلوا تما ثلاثة ولا أربعة السيارات. كما قال محمد حدا لا فرونتير كاين كشله ديال العسكر تما. دابا الامن الحمد لله في المدينه ديالنا امن 100%. هذا جواب غير مقنع. حنا خصنا صيدليه الحراسه قديتوا ليها انتم اهل مكه ادرى بشعابها، انتم تعرفوا كي غادي ديروا ولا شوفوا شي بحر في السونتر كريو بيناتكم كما كانوا كيديروا في الناظور في الاول، تكريو المحل بيناتكم ديروا فيه داك الشيء مجموع، داك الروسيت اللي تجي لكم في اخر الشهر تقسموها ولا المهم نتوما عارفين واش غادي ديروا. ولكن باش نبقاو هنايا حنا بلا بلا صيدلية الحراسة ما يمكنش. مدينة فيها قريب 70 ولا 80 الف نسمة، ما تقدرش تمشي منا حتى لبوعرورة باش تجيب الدواء، تمشي منا حتى لكوناف، تمشي حتى للناظور حتى للناظور الجديد تمشي لا، عاوتاني تكون سبيطار ولا تكون مستشفى ماشي مبرر، هذه حاجة أخرى. لا لا أختي لا، أنا عندي الريسيتا، عندنا شوف غالبا ديال الناس بالإنصار كيعطي له الريسيتا في الناظور عنده فارماسية ديالو اللي كتعرف تسربيه واللي كتعرف تعطي له الوجبة ديال الآخر وكتقنعو، ما كيشريش من الناظور، كيجي حتى لهنا يقلب عليكم يشريو. ولكن انتم خصكم ديروا لهم سيرة صيدلية الحراسة. شوف كاينين شي ناس كيبقاو حتى 12، كاين شي واحد ما يفتحش كاع ما حسبش على هذا المواطن مريض ولا ما مريضش. هذا الشيء خصو دار صيدلية الحراسة من دابا فكروا فيها، ولا حنايا نديروا واحد القرار بيناتنا اللي بغى يفتح يفتح. راه كاينين هنا الصيدليات اللي بغاو يفتحوا حتى الصباح، كيقول لك غير اعطيني انا نفتح، انا نضحي نبقى حتى الصباح واخا ما نبيع والو ندير غير في سبيل الله. ولكن تقول السي يوسف راه ما كاينش البيع، انا دابا هذا الشيء ماشي على البيع. الا عطيتي غير واحد الدواء السكر كان الناس الاول طلع له حكيتيه راه فيه العالم فيه الدنيا وفيه كل شيء. ولدك انت ولدك، حنا دابا الا بغينا نضربوا المثل نضرب ديالنا، ولدك مريض طلع له السخانه وعندك كذاك الاخر ديال السخانه ما كاينش، إلا مشيتي ما جبرتيش صيدلية الحراسة واش غيدير؟ غتنفجر. واش يتعشي بوا الحال السي يوسف مازيغ تما راينا دي مازيغا. ديك النيرهات ونيرهات وها. أنكا أنخدم دم وعمر. ديك تاسي 50 ما 60 صيدلية. مين ترجع؟ سبيدا قداس قدا تنين ولكن داير بيه دابا بنادم يتراغى هذا غاصب بيه بالناس. واش بقى بقى هذيك صيدلية الحراسة هذيك مستشفى خلينا غير صيدلية الحراسة. ما يمكنش. وتيسد تيدير القانون انت اقطع غندير القانون وتقيم صيدليه الحراسه غندير المستشفى ما يمكنش. هادي نهار انك صيدليه الحراسه سيدي مشى واللي ويخسر السيد الباشا غادي نديرو محضر اللي ما بغاش يدير صيدليه الحراسه غادي نشوفو مع النقابه ديالهم
نشوفوا شي واحد غادي يضحي يبقى يخدم هو الليل كامل الا ما بغوش هما. علاش واحد كيفتح عند يوصل الساعة شوف الخدامة اللي عنده، الا خدو الخدامة عنده شي بنت، شي واحد بعيد يبلع عند الساعة، شي واحد عند 10، هذي واحد عند 11، شي واحد عند الوحدة الا بغى يدير تم. ولكن هادشي ماشي عشوائية، خص تكون صيدلية الحراسة. ملي غادي نمشي انا لذاك لاكابي تقول لي اليوم حد كان الراخا يوسف، نمشي عند الراخا يوسف نجبرو واخا نسلي الكلينة غير ديال 10 دراهم. هادشي ما يهمش، علاش غدا غادي دير الروسي ديال مليون فرانك؟ ما تستناش ذاك الوقت، ذاك الوقت ديال التضحية، تنقذ روح، تنقذ عائلة. الله يرضي عليكم، خصنا نديروا الحوايج، نديروا النقاط فوق الحروف، نسميو الحوايج بمسميات ديالهم. هذه أرواح بشرية، هذه مدينة الأعضاء، هذه النقطة اللي داروها مشكور عليها، مشكورين عليها، ونتمناو هذا الشيء يتحل في أقرب وقت ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ألو السيد الرئيس المحترم، السادة الأعضاء المحترمون، السادة المحترمون، السادة الحضور، السادة الممثلي نقابة الصيادلة، غير في إطار تفاعل مع تدخلكم، في إطار تفاعل مع التدخل ديالكم، عفوا باش الإخوان نسمعوا. واش سالت أبو سالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد رئيس الجامعة المحترم، السادة الأعضاء المحترم، السادة المستشار المحترم، السادة الحضور، السادة ممثلي المواقع المحلية، السادة ممثلي نقابة الصيادلة، في إطار تفاعل مع التدخل ديالكم، غير باب التذكير فقط لا أقل ولا أكثر، في إطار يعني التأكيد وتتميل ما قاله السيد الرئيس المحترم. كما تعلمون بانه القطاع ديال الصيدله اولا هناك قرار عاملي هو اللي كينظم العمليه المتعلقه بتحديد كيفيه او اوقات فتح واغلاق الصيدليات. هذا القرار العاملي رقم 3 صادر بتاريخ 15/2020، يعني في جميع الحالات انتم كقطاع مطالبون باحترام القرار العاملي الذي ينظم عمليه التوقيت ديال الصيدليات بغض النظر على الظروف والحيثيات. النقطة الثانية الشق الأمني، فيما يخص الشق الأمني على مدى 4 سنوات على رأس باشمهندس بن نصر لم يسبق لي أن تلقيت شكاية بخصوص تعرض صيدلية للسرقة، وربما كذلك الإخوان ديال المصالح الأمنية ديال مفوضية الشرطة. القضية ديال أنه مدينة بن نصر متناثرة الأطراف وبأنه ما كاينش شهادة، بالنسبة لي هو مبرر ما عندوش اساس، ليس على اساس سليم. لماذا؟ لانه بالنسبه لنا حنا انتم ملي كتكونوا دايرين المداومه ديالكم كصيدليات اون باراليل كتكون المداومه ديال من ديال الاخوان ديال مفوضيه الشرطه والاخوان ديال السلطه المحليه. ناهيك على ان هذه منطقه حدوديه كتعرف دائما التواجد ديال مختلف المصالح الامنيه بجميع التلوين ديالها. واكرر مره اخرى بانه لم يسبق لنا سجلنا شي شكايه من هاد الاخوان ديال النقابه ديال الصيادله ولا جمعيه الصيادله ولا حتى المرتفقين اللي كيمشيو لهذا، بانه كيقول بانه راه كاين شي مرة اعتداء عملي على شي صيدلي ديال الحراسه خلال الليل او في وضح النهار. هذه نقطه مهمه جدا، وحنا بالمقابل انتم ملي غادي تكونوا دايرين المداومه ديالكم غادي تحيلوا علينا نسخه من المداومه باش نسقوا على المصالح الامنيه، باش تكون هذيك الدوري الامنيه من اجل استتباب الامن وتتبع الشان الليلي خلال العمل ديالها اليومي. هذه النقطة هذه. نقطة أخرى الجانب اللي بغيت نتفاعل فيه هو القضية ديال الربط ما بين القطاع ديال الصحة والقطاع ديال الصيادلة، بحكم أنه إلى كانت المداومة على مستوى المستوصف ديال بنصر راه غادي القطاع غادي يكون يعني هذا من شأنه أنه يساهم في أن القطاع يتحسن الظروف ديالو المادية والمدخول ديالو. أنا بغيت نذكر واحد المسألة مهمة جدا، هو أنه كاين على مستوى السكن بنصر كاين الناس اللي ما عندهمش وسائل نقل، وبالتالي هاد الناس هادو كيتعذر عليهم انهم مشيو لمدينه الناظور باش يقتنوا الادويه من تما. واكد الكلام اللي قالو السيد رئيس الجامعه المحترم على انه مجموعه ديال المواطنين كيتعاملوا مع بعض الصيدليات بذاتها، وبالتالي ملي كيكون مشكل عنده ما يمكن له الا يلجا لصاحب الصيدلي اللي هو كيتعامل معاه بالاساس. بعباره اخرى حنا ما يمكنش لنا نستناو هذا المعطى هذا ديال انه دار المداومه على المستوى الصحي
وهذا قرار كيرجع فيه الاخوان ديال القطاع الصحي على عصيم السيده المندوبه اللي هي كتمثل هنا الوزاره الوصيه. مبدئيا انتم في جميع الحالات مطالبين انكم تحترموا مقتضيات القرار العاملي بغض النظر على الظرفيه. فيما يخص الجانب الامني احثكم من هذا المنبر انكم ملي غديروا الصيدليه ديال الحراسه تحيلوا علينا او تحيلوا على مصالح العماله، وحنا بدورنا غنحيلوا مع المصالح الامنيه المختصه وعلى السلطه المحليه اللي كيتواجد فيها صيدليه الحراسه اللي تابع لها النفوذ الترابي. بالتالي من اجل ضمان استتباب ديال الامن وتبع الوضعيه الامنيه بشكل سلس وبدون مشاكل. ولكن انه نبقاو في هذه الوضعيه الراهنه ديال ان ماكينه صيدليه الحراسه، هذا الامر هذا كما قال السيد الرئيس وامر كذلك اقبله، لانه في الاحصاء ديال 2014 اللي هو احصاء رسمي كانت عندنا تقريبا حوالي 56 ألف نسمه. هذه في 2014، حنا دابا في 2023 انتم كتعرفوا شحال غادي يكون العدد تبارك الله تزاد، وداك الشيء على الاقل تكون واحد 70 ولا 75 ألف نسمه ولا الى كاع 80 ألف نسمه. وبالتالي ما يمكنش يكون عندنا مبرر انه المواطنين والساكنه ديال بنيصة ينتقلوا لمدينه اخرى باش انهم يقتنوا الادويه ديالهم، وحنا عندنا هنا صيدليات ممكن انها دير الحراسه ديالها ودير المسائل ديالها. وفي جميع الحالات في جميع الحالات انتم مطالبون باحترام مقتضيات القرار العاملي اللي كينظم القطاع. وشكرا.